لو معنا رخيصة وتافهة ما بتوقف مع شقفة عسكري. لو سمحت يا قمر ما تتكلميش معايا بطريقة. خلصي خلصي. معلش لا تواخذني سليم بيك، بس أنا عصبت كتير لأنه طلعت من دون علمي، ما كنت عرفاني. دخلك شلون أخذتي لي حقي من هذا السرماية؟ خلص شو بدي، المهم أخذت لك حقي. أنت بتعرفني كتير منيح، أنا ما بشتغل غير عتقيل، وهذا اللي صار لعب ولاد. من شو خايفين؟ أصلاً أنتوا شايلين شغل الحكمدارية كله على كتافكم.